يعني بصفة عامة تمنيت لو أخذت صورة مع مرسي الخليفة. بدك أي مشاهير بالضبط؟ عمر كان لبنانية جوليا روبرتس بحبها، معقولة تكون بالحمراء؟ بس حبيب قلبي سعد الحريري، بلا بصور معه، عراسي بحطه لسعد، عراسي. المشاهير مع ميسي، مع ميسي، لأني بحبه. والله جوجو سوف، والله يعجبني، سلطان الطرب، طبيب جراح، طبيب جراح، قلوب الناس داويها، ويا مقراح هيك كافي. شو أخبارك؟ عثم من بارح اليوم. هاليوم عثم من بارح ما أنا من أهل فنانين ما في. ما عندك ولادك أحباب قلبك، بنت مرتك ولادك مأكد. يعني مأكد. كل يوم كل يوم أحد بخدن على النهر وعلى البحر، بتصور نحن وياه. طول عمرك. ما أحتاج واحد يتصور وياه. ما أحتاج. شو بدنا بالفنانين؟ احنا انا قدرة الفنانين، الفنانين عم يظهروا لبرا الله يعينهم، لانه ما بقى في مطاري بلبنان ليحضروا لهم الحفلات، ما في اشغال بلبنان، وقفت الاشغال. لبنان ولا برا؟ بيونسي. ليه؟ بحب صوتها. كاظم الساهر بحبه. مش مع حدا. مثل مين مثلا؟ ممثلين مصريين لبنانيين فنانين ولا؟ مع وردة بحبها بتعجبني. شي لعب فوتبول. هذا الشي اللي بتابعه يعني بهمني. لا تشافي. إيطاليا أكيد، يعني أي حدا من الإيطاليان ليجندز أكيد، دالبيرو، هالديني. لبنان يعني ما بالعالم. maybe mother teresa. mother teresa شي قليل إيمج للسلام بالعالم. maybe ما ليلة اللي مثلها. راغب علامة. أي والله، أي والله، كلهم بحبوا، ما بدي تصور مع حدا.